وذات يقترب جدا مع شيء من التهديد والتخويف. عصف كورونا بشكل مفاجئ برياح انتشاره داخل قبة البرلمان ليطيح بعشرين نائب حسب تصريح لمحمد الحلبوسي، وإن 6 نواب فقط من ضمن العشرين أبلغوه بإصابتهم بالفيروس، في حين لم يبلغه الآخرون خشية الإفصاح عنه من التسقيط السياسي والتعليقات المشينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو هروبا من العزل والحجر وتطبيق القوانين التي طالما خلفها نواب سابقون. 28 موظفا داخل المجلس أصيبوا بالمرض الوبائي، من بينهم مدير عام، وإصابات لم تحصى لحمايات نواب أكراد من قوات البيشمركة. إتمام جلسة خصصت للتصويت على قانون الاقتراض بات مستحيلا بحسب النائب جودة في ظل تفشي الفيروس داخل منزل القرارات وبين موظفيه، سيما أن أعدادا من الموظفين في البرلمان أصيبوا بالفيروس، وتجمعهم داخل القاعة مع النواب والإعلاميين قد يسبب مخاطر كبيرة. ولا يوجد توضيح حتى اللحظة فيما إذا كانت الجلسة ستعقد إلكترونيا أم لا، ولكن تبدو أن الجلسة قائمة بحسب توجيهات رئاسة مجلس النواب بعقدها للتصويت على مشروع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي، دون الإشارة إلى عقد الجلسة سيكون إلكترونيا أم حضور النواب والموظفين إلى البرلمان.